السلام عليكم بنات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اموركم مزيانه؟ اش كتعاودوا؟ المهم لقيتوني اليوم خارجه غنضرب واحد الدويره، قديت شي شغل ومهم دابا لقيتوني خارجه. انا دابا في سيارة، المهم غنشارك معكم، لا لقيت شي اوفرطا ولا هذه غنشاركها معكم. صافي هادشي اللي كاين، المهم خليكم معايا، ياك بعدا كلشي بخير وعلى خير، ايوا الحمد لله. خليكم معايا البنات، المهم اللي شريتها غادي نوريها لكم ان شاء الله، وغادي نشارك معكم اوفرطات اللي كاينين، حيت كاينين بزاف ديال التخفيضات حتى ل 70%. صراحه اللي بغى يتسخر هكا حويجات لوليداتو اولا ليلو، فهذه هي لوكازيون. المهم خليكم معايا، اللي لقيتها غادي نشاركها معكم. شوفوا هادو شحال، المهم البنات شوفوا شحال مزيونين الحويجات ديال البنيتات في الصياغ، عاملين لهم كيف ما شفتوا معايا 5 الاورو، عاملين لهم 30%، ناقص 30%. مزيونين هادو البنيتات، كاين بزاف الموديلات. ها انتم، كاين هذا، كاين هذا، شحال مزيونين هادو لهاد الشكل، هادو كيما دبريو، هذا مزيونين. وهادو هادو واقيلا ما عاملينش فيهم الصولد، عجبوني، عجبتني الكاليتي ديالهم، فنيونين. هادو كيبقاو 13 اورو حق، ما عاملينش فيهم الصولد. كاين هادشي هاد سبيدوس، هادو حتى هما عاملين لهم 30%، كيجيو غلا لذين وسخيخنين بنيتات. انا كانوا كيعجبوني بحال هادو بناتي فاش كانوا صغار، مزيونين مزيونين. خريطة عندهم طوالين، مهم بحال هذا حمقني عجبني، يعني كيجي طويلة بنات تحت الركبة، وباش كيعجبوني عندهم لي طاي كبارين. مهم هذا راه كيبقى ب 35، ولكن في لي سولد راه غادي ينقصو كما كتعرفونا، راه كيديرو 50 30 70%. مهم على حسب، كاين بزاف الموديلات اللي كيجيو طوالين. شوفوا هذا شحال مزيون. مهم كيف ما شفتوا راه بزاف الحوايج ديالي اليوم 70%، عاملين حتى تخفيضات مزيونين. بحال هادو، هاد الخراسه هادو شوفوا كانوا ب 15 اورو، كتحيدو لهم 70%. ها هما شوف مزيونين طوالين، عجبوني الصراحه. فيهم مقاش، فيهم لي طاي بزاف، كاينين بزاف الحوايج اللي هنا دايرين لهم 70%، يعني كيتقاموا ب 5 اورو بحال هكا، حويجات مزيونين. خريسيات بحال هكا كيجيو مطوالينش بزاف هكا بحال هادو. المهم بزاف الحوايج هنا دايرين لهم 70%. بلات شوفوا الصديقه ديالي خايفه كلينه هنايا، جمعت الوقفه على بكري كتاكل، وحلت ليها كل مره كتكحب. كلي على خاطر انا متلبسه، كي بان لها شي واحد مفركس كتبيسك السكريتي. واش بغيتي تحيدي الماسك؟ كتقول لي ناري سوا مزيان، كنقول لها لا جات، غنقول لها كناكلو جانا الجوع، قتلتني بدا كل مره في الميبلات في الميبلات، يبان لها شي واحد. ما حنا جلسنا هنا، جبنا وكلينا هنايا، جلسنا في هاد البلاصه مدرقة انتم، وهي حاضية. انا كناكل كاع ما مسوقة، قلت لها لا جا غنلقاني كناكل، ما عندنا ما نديرو، وهي كتقول لي ناري سلوى هذاك السكريت، ناري سلوى كتزعميني على الكواري. قلت لها عيطي بعيني وسكتي، الا جاو السكريت غنخرج نهرب ونخليك. كندخلو لشي كندخلو لشي ستاندا هنايا، شي تيندا هنايا، كنبغي نحل شي حاجة، كنقول لها حلي ويبان لا اختي حليت حلي ويبا هادي غنشوفو لا اختي، كتقول لي ولا جاو، كنقول لها مشي مخليك. ويلي حنا باقيين كندورو، المهم انتوما معانا سخافت، ها فين جلسنا منا الارض. ها انتوما البنات ما كاينش فينا تاكلي، كلشي سادينو، سادين كلشي، الا بغيتي شي حاجه تاكلها ديها في يدك. وكنجيو لهاد البلاصه هادي حدا لي سانسور، ها انتوما زعما واحد الدخيله مزيونه، ها هي وهيبه خايفه وقفت ليها مسكينه. ايوا نمشيو نكملو على بركه الله. ايما الحبيبه الله، ايوا ما عندنا ما نديرو، جانا الجوع، هذه هي، هذا هو الحل الوحيد. وهذا ما كان مع الصديقه ديالي، هذه هي الصديقه، زدنا كتحل هذا سلوى السكيورتي، سلوى السكيورتي، هادشي اللي كاين. ايوا تا نتوما معانا، قلنا نمشيو نكملو الدويره ديالنا ويكون خير من الكمام. يلا انتما معانا البنات، ضحكنا شويه والله الا مت عليها بالضحك، عاد سجلت لكم. حنا الميزون دي موند، ان شاء
كنشوفو واش عاملين شي تخفيضات عندهم داكشي مزيون. دائما كنجي انا اللي بانت شي ميزه فيها. انا كنت انا غير ماشي لا دابا شي خصها الثمن عاد تقلبها بلاتي 31 ميزون دي موند كتعجبني انا ملي كيكون فيها السولد بلا سولد فيها داكشي شويه غالي. هلا هادو مزيونين هادو البنات راه كاينين بحالهم في اكسيون. هادو حطي لي اختي بحال هادو كاينين في اكسيون الثمن ديالهم غير 3 اورو واقيلا. شوف نادرين لي 14 بحالهم غير هما ما فيهمش هاد اللعيبه هادي. يعني تقدروا نتوما تشريو هادي وتلصقوها لهم كيجيو مزيونين. ها نتوما كاينين في اكسيون بالالوان شفتي ما باهي هادو هادو مزيونين شحال ديري لا 13 اورو. الصراحه في لي سول شريت من ميزون دي مونز انا شحال من حاجه ولكن دابا ما صالحاش. هاد لي كادغ هما لي طوندون دابا مزيونين كيجيو كيحمقو وهيبه. ما قلتيش ليا كديري هذا مشوش فين ما مشيت كندير هذا بحال هكا كتقولي وهيبه. ها هو ما قلبتيش لا نسيتو. شوف هاد الكره الارضيه شحال مزيونه كتجي فيها غير هادو صافي. وملي كتحط على الحيط عاد كيبان هاد البيض. من هي كيجي فيها غير داك الحيط في الكحيحه اللي كيكون هكا ولا كان بيض بحال هادو كاينين في اكسيون حق الثمن ديالهم 20 اورو. هنايا 60 اورو. هاد البليكات البنات بحال هادو اللي كنت خديت من اكسيون الثمن ديالهم كان 80 سنتيم. هنايا هاد البلاطو ديالهم دايرين 30 اورو في 5 هاد البلاطو هادو. من بعض المرات كتلقاي في اكسيون ميزات وهنا كيكون شوية غالي. هنا جينا لديكاتلون نقلب على واحد الصمطة. المهم انا نوري لكم الا لقيناها. مالك هاري صورك كنقلب على واحد السميطة. المهم الا لقيتهم مزيونين البطن ندخلو كريشة شوية. المهم انا لقيتهم دابا هنا غنوريهم لكم. بالنسبة للسميطة راه هما هادو 5 اورو البنات كاينين بحال هكا. المهم حتى للدار نوريها لكم. المهم راه كاينين هنا في الجهة ديال هادشي تصبور هما هنايا حتى هما يعني راهم موجودين في الجهه ديال الصبور غتلقاوهم. البنات هنا بالنسبه للديكاتلون دايرين واحد الاشرطه مزيونه في هادو اديداس 20 اورو. وكاين هاد الشكل هذا دايرين له 16 اورو حتى هو مزيون هاد الشكل هذا عجبني. وكاين هاد نمشيو بزاف معاهم كانوا ب40 رجعوهم ب25. كاين الكحل ديالهم وكاين الغوص.
مهم البنات، دابا لقيتوني جيت غادي نشارك معكم شنو خديت البارح، لان البارح جيت شويه معطله ما قديتش نصور لكم، وشي حوايج اخرين اللي خديتهم من اكسيون حتى هما غادي نشاركهم معكم. صافي هذا مكان مهم. نبداو اول حاجه نبدا معكم من بريمارك البنات. كنمشي مؤخرا بيجامات كاع اللي كنبغي انا صراحه ما كنلقاهمش، كنلقى غير بيجامات اللي كيكونوا غلاضين، يعني ما هنا ما كيتباعوش بزاف، لان اغلبيه الديور كيكون فيهم هكا سخونيه هكا كلشي الديور، يعني اغلبيه الناس كيشريو بيجامات الغي شويه اللي كيكونوا شويه رقاقين او لا رهافين شي شويه، ما يقدروش الدار كتكون سخونه وتلبسي البيجامه اللي كتكون غليظه، فهما اللي كنلقى الاغلبيه. اما البيجامات اللي كيكونوا هكا شويه رقاق والو ما كاينينش. والبارح فاش مشيت لقيت هذا الشكل هذا كيجيو دو بياس، ها نتوما شوفوا معايا كيجي هذا هكا على هذا الشكل، وكيجي عند السروال اللي كيجي سامبل بالرجيلات مقبوطين. الثمن ديالها كان 12 اورو البنات، ولكن الصراحه ما عجبتنيش بزاف بزاف، كاينين موديلات اخرين ولكن انا ما لقيتهمش. مهم لقيت غير هذه، كان خصني ضروري بغيت نشري شي بيخامه هكذا. مهم خديت غير هذه من بريمارك، وهادو خذتهم بنتي، هادشي ديال البنات راكم عارفين. صافي هادشي اللي خديت من بريمارك، ما خديت شي حاجه من سيا. انا كنت شاركت معكم واحد هكا واحد الخريسيات هكذا بثمن ديالهم، كانوا عاملينهم 70%، الثمن ديالهم كان 15 اورو ها هو، ورجعوهم 70%. صراحه مزيونين عجبوني، كيجيو على هذا الشكل. ها نتوما راه سبق لي شاركتهم معكم في الفيديو هكا، كاين غير هذا اللون صافي هو اللي دايرين فيه اوفرطا. ها نتوما وكيجي طويل على هذا الشكل، كيجيو فيه هكا جويبات. عرفتوا بشحال تقام عليا البنات؟ 4 الاورو 50، من 15 اورو 4 اورو 50. صراحه مزيون، كاينين بزاف اللي سولد في السيا البنات اللي قريبه لهم، يعني بزاف اللي سولد تما كيعجبوني. مهم صافي انا خديت من سيا غير هذا وصافي. بالنسبه للديكاتلون كنت قلت لكم البنات دخلت ناخذ واحد السميطه ديال هكا ديال البطن هكا، مزيونه كتعرق وعجباتني بزاف هي هذه البنات، والثمن ديالها كان رخيص، انا ما توقعت غادي تكون ب 5 الاورو. هي هذه البنات شفتوا مزيونه بصراحه، كتجي هكا كتلوى على البطن ديالك، حاجات طويله البنات كتقدروا فيها واحد الريحه خنقات، كتقدروا تحلوها البنات، جات طويله وكتقدروا تلويوها على البطن ديالكم، واخا تكون يعني غليظه ولا ضعيفه، وتقدري تبقاي تلوي فيها هكذا حتى كتشدي الفورمه ديالك عاد باش كتسديها، وجا فيها هاد تشيك تشيك فيها كامله من هنا من اللور باش كتشدي القياس ديالك معاها، ومن هنا من الداخل جات على هاد الشكل البنات، يعني بحال ما عرفتش كيفاش هادشي، ما عرفتش شنو سميت هذا باش نقول لكم شنو هو، ولكن المهم هذا كي بحال كيعرقك وكيسخنك هاد الثوب هذا اللي فيها، باش هكا كتعاونك باش تذوبي الدهون اللي كتكون في البطن. المهم انايا اول مره غادي نستعملها، بصراحه مزيونه والثمن ديالها حتى هو رخيص، ما غاليش بزاف صراحه. صافي هادشي اللي خديت من ديكاتلون، ما خديت حتى شي حاجه اخرى. ودابا غادي ندوزو لاكسيون محبوب الجماهير. بالنسبه لاكسيون اول حاجه خديت من اكسيون هما هادو البنات، هادو ديال لي فخيت ولا هكا، المهم ماشي غير لي فخيت، راه تقدروا تقدموا فيهم بزاف د الحوايج، تقدروا تقدموا فيهم شحال من حاجه البنات. هادو جاو في الذهبي، انا ديجا عندي في الكري ديالهم اينوكس، اللون ديال اينوكس، ودابا لقيتهم في الكري والثمن ديالهم رخيص في اكسيون. انا كنت جبتهم من المغرب الكري، كنت جبتهم الثمن ديالهم 20 درهم من المغرب، وهنا الثمن ديالهم رخيص يعني 95 سنتيم ولا 90 سنتيم، كاين في هذا اللون الذهبي، وكاين في ارجونتي، وكاين في هكا في نحاسي، النحاسي داك اللوين اللي رجع دابا بزاف طوندونس، وكاين هذا الذهبي عجبني بزاف انايا، خديت منهم هكا 6. دائما اي حاجه انا اي سيرفيس بغيت ناخذو اولا اي حاجه بغيت ناخذها كناخذ منها 6، كنقول يعني يا اما 6 اولا 12، ولكن قل ما كناخذش يعني 4 ولا 3 ولا هذه ما كيعجبنيش، يا اما ناخذ 6 اولا بلاش. حاجه اخرى واللي شكرتها لي واحد الصديقه ديالي هي هاد
هاد الاداه هادي او هاد الماكينه هادي اللي كتزول الشعر، يعني هنا بالنسبه للناس اللي كيحيدوا هنايا الشعر اللي كيكون زائد هنايا، مهم بالنسبه لهنايا للناس اللي عندهم عاود الشعر هنايا، مهم هادي بالنسبه للوجيه كتحيد هكا. بغيتي نحلها معاكم انا بيدي ما عرفتهاش، كرتها لي صاحبتي صيفطات لي الفوتو ديالها ولقيتهم هاد السيمانه واقيلا عاملين فيها السولد، لقيت هاد السيمانه واقيلا عاملين فيها السولد. كتجي على هاد الشكل هذا، كتجي معاها هاد الشويته هادي باش كتنقيها، وهي كتجي هكذا البنات، يعني كتبقى كدور كتشعليها ما فيهاش الحجر. مهم كتجي على هاد الشكل هذا، مهم كتبقى كدور كدوزها غير بحال هكذا، كتحيد لك الشعر اللي كان هنا اولا هنايا اولا فهاد البلاصه هادي. مهم مزيونه، والثمن ديالها وقيلة 4 الاورو 3 الاورو شي حاجه، واش 3 الاورو 90 ولا. مهم جات مزيونه حلوه، اللون فيها الغوز مع النحاسي، عجبتني بزاف. حاجه اخرى اللي خديت واللي حتى هي دايرين فيها السولد هاد السيمانه هي هاد الزلافه البنات. خديت هادي عقلت البنات، كنت خديت من الصغار ديالها، كنت خديت منهم وقيلا 6 ولا 8 والله ما عقلت، ودابا لقيتهم عاملين سولد فيها من الصغير حتى الكبير في الالوان، وكيجيو مزيونين. شوفوا على ديكور كيجي فيهم شحال مزيون، وهذه الكبيره ديالهم هذه هي الزلافه الكبيره. هذه الثمن ديال هذه كان هو 4 الاورو 95 وقيلا. مهم عجبتني هكا باش المهم بقى ننزلها مع اخرين، الا كنت غادي ننزل فيها هكا شي سلطه ولا شي حاجه. مهم متعدده الاستعمالات كيف ما عارفين. مهم وهاد مؤخرا دخلوا عاود حتى هادو اللي كنت كنبغيهم شحال من مره من اكسيون والو ما كنتش كنلقاهم، ولكن دابا مع هكا راس السنه يعني دخلوهم بزاف، والثمن ديالهم يعني رخيص ما غاليينش بزاف، ما عقلتش بالضبط ولكن رخاصين. وكاينين حتى هادو عاملين فيهم سولد هاد السيمانه هادي الكبار، الكبيره ديالها حتى هما حاطينهم هاد السيمانه في الجهه ديال السولد هاد السيمانه، عاملين لهم وقيله 5 الاورو هادو، يعني الثمن مناسب فيهم. واخر حاجه واللي هي اللي صراحه شحال وانا كنفتش عليها والو ما كنلقاهاش، هي هاد السوينيات هادو البنات. هانتوما شفتوا كيجيو على هاد الشكل مزيونين، بصراحه كانوا عاجبيني. شفتوا كيفاش كيجيو هادي في لارجونتي، كانوا عاجبيني بزاف، ولكن ما كنتش عمرني ما تلاقيتهم، اول مره تلاقيتهم مؤخرا في اكسيون، فخديت منهم جوج، خديت هاد اللون دوري وخديت لارجونتي، كيجيو فنين البنات لا في الديكور ولا في الحطه ولا اي حاجه، بصراحه مزيونين وهكا مدورين. مهم بغيتو ديروا بهم ديكور هكا في الحيط ولا مهم تزينوا بهم الحائط ديالكم، اولا بغيتو حتى هكا تتقدموا فيهم تخدموهم للتقديم كيجيو مزيونين، راهم هما اللي دابا بزاف متداولين. مهم الثمن ديالهم والله ما عقلت البنات، ما نكذبش عليكم ما عقلتش بالضبط الثمن ديالهم شحال. صافي هادشي اللي كاين، هادو هما اخر مشتريات ديالي. مهم البارح انا شاركت معاكم الخريجه، واش ضحكتوا معايا ولا ما ضحكتوش؟ انا بعدا راه فين ما كنخرج انا وهيبه ولا هادي راه كنموتوا بالضحك صراحه الله. الحمد لله وشكر لله، هذا هو الاساس، الواحد كيخرج كيبدل شويه الجو وكيضحك وكيتاقلم وهذا. بالنسبه لواحد الحاجه البنات، واحد المحل كنت مشيت ليه شحال هادي ما غنقولوش لكم دابا، نقدر هادي ما نطقوش مزيان حيت ما عقلتش عليه بالضبط. مهم غادي نخليه لكم هنايا في الجنيب، راني مشيت ليه اليوم في الصباح وصورتهم برا حيت بزاف ديال الاخوات مازال كيسولوني عليه كيقولوا لي سلوى شنو سميه ديال المحل. المهم انا صورته لكم، غادي نخليه لكم هنايا في الجنيب، وديك الساعات مهم نتوما عقلوا عليه. مهم طابيوه غير في جوجل اولا في هذا، راه غادي يعطيكم الا كان قريب لكم غادي يعطيكم العنوان ديالو فين كاين. راهم دخلوا شي حوايج فنين صراحه الله، مشيت الصباح ولكن ما صورت لكم والو فيه، دخلوا حويجات مزيونين ديكورات فنين. انا كان كيحسب لي داكشي اللي عندهم راه عندهم وصافي، ساعه ملي مشيت اليوم في الصباح لقيت الجديد، يعني مازال كيدخلوا في حوايج اخرين مزيونين، طبيلات مهم ديكورات داكشي غزال بالنسبه للناس اللي مهتمين طبعا. هادشي اللي كاين. وحاجه اخرى، واحد الاخت كانت كتبات لي كنشكرها على التعليق هذا، كانت قالت لي سلوى واش ما خفتيش تموتي ويبقاو الفيديوهات ديالك وخصوصيات ديالك في يوتيوب؟
كنشكرك بعدا على هاد السؤال، لان من خلال السؤال باينه فيك خايفه عليا. شكرا بزاف 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 على المهم. انا كيف ما قلت لكم البنات، الانتقادات اللي كتكون بناءه فانا كنرحب بها، عكس الانتقادات اللي كتكون مهم غير كلام خاوي وصافي، فمن الاحسن بلاش. مهم بالنسبه لي انا غادي نجاوبك دابا على هاد السؤال هذا. بالنسبه لي انا في يوتيوب نهار درت يوتيوب كان عندي حب المشاهد، كيعجبني نشارك اي حاجه كنعرفها مع الناس هكذا، ولا قبل ما يكون يوتيوب. يعني انا دائما هكا، يعني اي واحد كنشوفه محتاج شي حاجه مني وانا عارفاها اولا، مهم كنعرف عليها، ولا بغي شي حاجه بسيطه كان يعني كنقولها ليه، كنشارك معاه مع اي واحد سولني على شي حاجه وعارفه في شي حاجه، ولا كيف ما قلت لكم غير بسيطه، فكنشاركها مع الناس يعني عادي. ونهار درت يوتيوب كان عجبني نصور، كيعجبني نعطي افكار، كيعجبني المهم نفيد الناس بهذا المعنى هذا، يعني ماشي غير يوتيوب خاوي وصافي. فما كانش ما كيعجبنيش انا بحال هكا غير خاوي وصافي، غير المهم كل واحد وشنو كيعجبو. بالنسبه لي انا كنبغي نقدم محتوى اللي تكون فيه فائده، فانا الحمد لله ما كنديرش شي حاجه اللي خايبه ولا تقل بالحياه ولا شي حاجه اللي كنعصي فيها الله سبحانه وتعالى. شي حاجه خايبه الحمد لله، كنقدم ديكشي اللي عارفه انا، اي حاجه كنعرفكم غتستافدوا منها فكنحاول نشاركها معكم. كنشارك معكم روتينات، مهم كنشارك معكم غير لقطات من حياتي انا، ماشي الخصوصيات ديالي كامله كنحطها في يوتيوب. يوتيوب راه كنحط فيديو في يومين ولا 3 ايام، كنحط فيه 10 دقائق 20 دقيقه حتى 25 دقيقه، يعني راه هذاك الشيء راه ما كيلخص حياتي كامله ولا هذا. كنشارك معكم من حياتي الحوايج اللي نتوما غتستافدوا منهم اولا الحوايج اللي غتفوجوا بهم، بحال هكا خرجات، بحال هكا المهم شي حاجه هكا اللي غتقدروا تفوجوا بها حتى نتوما وتقدروا حتى نتوما تستافدوا منها اولا تطيروا بها القنط. انا بيدي كيعجبوني نشوف فلوغات، كيعجبني نشوف حوايج بحال هكا. انا الحمد لله ضمير ديالي مرتاح لانني ما كندير شي حاجه خايبه، صافي هادشي اللي كاين، فالحمد لله ما كندير شي حاجه اللي كنعصى بها الله سبحانه وتعالى او لا تقل بالحياء. هادشي اللي كاين، كنحاول نشارك معكم محتوى اللي يكون نقي ويكون مزيون ويكون مفيد في نفس الوقت. هذا ما كان، كنشكرك مره اخرى على السؤال ديالك. صافي هذا ما كان البنات، غادي نوقف الفيديو ديالنا هنايا، قلت نجاوب هاد الصديقه وفي نفس الوقت نشارك معكم مشتريات وفيديو هكا يكون خفيف ظريف. هذا ما كان البنات، كيف ما كتشوفوا معنا احنا راه عندنا نهار، ولكن راه الجو مغيم 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 البنات، راه بحال كتبان لك العشيه صافي الليل غادي يطيح وهي الله نص النهار. هذا ما كان البنات، غادي نوقف الفيديو ديالي هنايا، غادي نبغي نقول لكم شكرا على المتابعه ديالكم، ما تنساونيش من لي جيم ديالكم اللي كيشجعوني، وما تنساونيش من بارطاج، حاولوا تبارطاجيو لاشين ديالنا باش تكبر هكذا نكبروها كاملين مع بعض. غادي نضرب لكم موعد قريب ان شاء الله في فيديو قادم، غادي نقول لكم السلام عليكم، تهلاو ليا فراسكم وبوسة كبيرة لكم.